برجع بقلكم من شروط التفليت والطيران الحر المكان الفاضي يكون عندك فسحة طويلة وكبيرة. السلام عليكم حبايبي، الله يعطيكم ألف عافية يا رب. هلا اليوم راح اخذ لكم الطيور الاثنين الباجي مشان نروح نطيرهم ونفلتهم هيك طيران حر. خلينا نشوف شو بده يصير معنا. راح ارجيكم اياهم هدول حلوين، شايفين؟ والله بس انا خايف من ورد ياخذ معشوقه وياخذها ويروح يضيعها، يعني انا كثير عامل له حساب، بس ان شاء الله ما بصير لك الخير. موقع العابه كمان موقعون. اذا شباب صبايا خلينا نروح نشوف شو حيصير معنا، تشرفوا. اذا مثل ما حكينا يا جماعه رايحين هلا، خلونا نعمل طيران لورد ومعشوقه الاردوني. انا كتير عامل حساب لورد بقصة الطيران، يعني خايف ياخدها ويضيعها مثل هذيك المرة لما ضاع لحاله، خصيصا انه يعني الاردونة معشوقة عم تدبقوا فرد دبقة، ما عم تريحوا، عم تلحقوا تنقروا. دائما بيقلك اجيب لك المثل، سأل مجرب ولا تسأل حكيم. فنحن حابين نجرب هيك اثنين مع بعض، يا بيروحوا سوا يا بيرجعوا سوا يا بيضلوا سوا، ما بنعرف شو بصير معنا. مثل العادة نحن رايحين على البارك اللي دائما بنصور فيه. لسه بدي اعمل طيران حر للكوكتيلات اللي عندي، بس هي المشكلة انه كتير هدول متعلقين ببعض الكوكتيلات. اذا تعالوا نشوف يا جماعة، اذا هي المساحة اللي دائما نحن بنصور فيها، شايفي ما احلاها كيف صارت كلها خضار ما شاء الله، صارت خضرة كتير. تعال معشوقة. برافو شاطر، يلا تعي حلو حسنتي، طالع عليك ورد، لا تتولدني انت وياه تهربوا، ايه فهمتي ولا لا؟ ابدا ولدني القصة، ماشي تعي برافو عليك تشوف. يلا ورد تعا ورد، يلا تعا معشوقة تعا ورد ورد تعا معشوقة تعا بابا تعا انت والموبايل وعا توقف الكاميرا. تعا ورد 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 ما بده يطلع، طلع ورد، يلا تعا ورد. بسم الله الرحمن الرحيم تعا ورد
شاورت. تعي مع شو؟ تعي مع شو؟ تعي تعي تعال مع بابا يلا. تعي تعي طلع يلا طيروا شوف. يلا روح روح انت وياها جورا. يلا روح. هلا جاكم الحب والغرام هون. هلا اجاكم الحب والعشق هون. هلا اجاكم الحب والغرام. تعا ورد تعا معشوقة. تعا ورد ورد يلا تعا تعا ورد تعال عند بابا تعا يلا تعا تعا وردي وردي مشو تعا 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 مشو 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 أنا بدي يهرب فوت على قفصه هلا تعا مشو تعا ورد تعا ورد 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 تا ورد تا ورد 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 تا معشوة معشوة ورد تا تا ورد 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 تا ورد 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 تا يلا تا ورد أنا اليوم حاسس إنه ورد ما في حيل مو عاجبه يعني كان بده يطير أكثر وكان رجع يعني حسيته إنه جناحه تعم تعم يعني جناحه ما ساعده كتير كأنه تعبان كأنه في شيء عرفتوا كي كان بده يطير أكثر بس ما حسين يعني بس هلأ هاي القردة شلون بدي رجعها على القفص تعي تعي مشوى مشوى تعي تعي مشوى تعي هلأ هاي شلون بدي رجعها على القفص تعي هاي القردة يلي شلون بدي رجعها على القفص كنا هرسنا له راسه والله الله سترك الله سترك والله الشمس هون تعال هيك والله اذا شباب صبايا انتو شفتوا كيف طاروا مع بعض ولعبوا مع بعض وتسلوا مع بعض ودائما برجع بقلكم من شروط التفليت والطيران الحر المكان الفاضي يكون عندك فسحة طويلة وكبيرة ويكون الناس فيها يعني قلال قدر المستطاع تمام؟ هلا نحن هيك وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو للطيران الحر مثل العادة ما تنسونا من دعمكم ولازم نكبر قناتنا وصلنا للأربعين ألف بمجهوداتكم وإن شاء الله بدنا نصل للمليون بتمنى منكم يكون في عنكم تفاعل أقوى تفاعل أكبر عم نتعب كتير بالفيديوهات لا تروحوا تعبنا على الفاضي نهاية الفيديو أتمنى لكم كل خير تحياتي للجميع السلام عليكم.